تعبيرا عن الحزن والأسى الذي حل بأهل البيت عليهم السلام في شهر محرم الحرام. اتشح شباك مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام بكسوة العزاء العاشورائي التي تمتاز عن سائر معالم الحداد في المرقد المطهر، وتتشرف بخياطتها شعبة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الهدايا والنذور، وتركبها ملاكات شعبة الحرم الشريف في العتبة العباسية المقدسة. الكسوة التي توضع سنويا مع حلول شهر الأحزان المحمدية اختيرت من نوعية فاخرة من القماش، ورصع جزء منها بالأحجار الكريمة، أما العبارات المكتوبة عليها فخطت باللون الأصفر محاطة بأشرطة زخرفية. وتحيط الكسوة السوداء بالشباك الشريف من أربع جهات. في جهة باب الشباك الشريف كتبت عبارة يا حامي خضر الفواطم، وقد وضعت إلى الأعلى منه الأفريز الذهبي، وفي سقفه خطت عبارة السلام عليك يا باب الحوائج. أما من جهة القبلة كتبت عليها عبارة السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. تعتريها عبارة السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. أما الجهة التي تقابلها فكتبت عليها عبارة السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله. تعتليها عبارة السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. والجهة المقابلة لباب الشباك خطت عليها عبارة السلام عليك يا قمر بني هاشم. تعتليها عبارة السلام عليك يا حامل اللواء.